رفاقة والبنين إن شاء الله. مبروك يا مربي. مبروك يا مدام. مبروك يا مولانا. ألف مبروك يا مراد. الله يخليك يا معالي الوزير. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ألف مبروك. أنت جوزت راجل عظيم، لازم تخلي بالك منه بقى. أنا عارفة. مبروك مربي. الله يبارك فيك يا عبد الحميد. أنا فرحة على دالي الأسبوع اللي جاي ها، وكلكم عازمين. أكيد يا فندم. أنت كمان يا مولانا. طبعا يا فندم، ده مش عايز كلام، أستأذن أنا حضرتك. اتفضل. شكرا. أنت ما باركتش لمراد بيه دي. أنت إزاي تبقى عارف إن هما هيتجوزوا وما تقوليش؟ طب مراد بيه ما قاليش. أنت مالك في إيه؟ مفيش. مبروك يا مراد. الله يبارك فيك يا مختار. مالك؟ مفيش. تعبان شوية بس. أنا همشي. تمشي؟ تمشي تروح فين؟ لسه هنتعشى ولسه في السهر. مش عارف مالي من امبارح، مش قادر. معلش. تصبحوا على خير. مبروك. طيب هكلمك. مختار ماله يا عبد الحميد؟ يا فندم والله مش عارف، وكان كويس لحد ما جه هنا. ما تعشونا بقى يا جماعه، عاوز اروح انام. اه طبعا. اخبار العشاء ايه يا مدام؟ الاكل جاهز. طيب يلا بينا. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل معالي الوزير. اتفضل. مدام ليلى؟ مراد فين؟ هو من وش؟ مستر مراد موجود حضرتك. خير؟ خير يعني ايه؟ وانت مالك؟ حضرتك الوقت بتأخر جدا، الساعة دلوقتي 1:30 بعد الليل. ايه انت الزوجة اللياطة بتاعتك دي؟ بقولك روحي اندهيله. مراد فين؟ حضرتك هو نايم. صحي. مالك متنحة كده ليه؟ روحي صحي وقولي انا عايزاه هنا ضروري. يلا. مش هينفع صحيه مدام ليلى. مش هينفع؟ فهمت. انت محرجه تدخلي عليه اوضه النوم؟ قذارة يا مراد. مراد يا مدام ليلى، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انت هتقولي ينفع وما ينفعش؟ روحي نجري. يلا اندهيله. انت نمت؟ فتش عليكو هنا. ايوه فردوس. انا اسفه والله يا مدام، بس مدام ليلى اخت البيه تحت وعماله تزحق وفتح الدنيا. طيب طيب روحي انت، انا صحي مراد واقول له. اوكي. مراد. مراد نشوف البلد اللي بره. مراد اصحى. مراد. مراد يا مراد. 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 مراد يا فردوس. اسود. مراد. مراد اصحى. مراد. لا اصحى يا مراد. مراد. مراد يا مراد. يا مراد اصحى يا مراد. لا اختفت زي ما قلت لحضرتك بالظبط. الحفله خلصت على حوالي الساعه 12 بعد نص الليل، وبعد كده هم طلعوا اوضهم. يعني كانت دخلت؟ دخلت ايه وهباب ايه؟ دي بقى لها اكتر من سنه مرميه عنده في البيت، اكيد هي اللي قتلتها. اهدي يا مدام لو سمحتي. استاذ عبد الحميد. فندم. انت سبت الحفله مع الضيوف ومشيت، مش كده؟ مظبوط يا فندم. المرحوم امبارح كانت حالته ايه؟ يعني كان متوتر؟ متضايق؟ جاله مكالمه تليفون ازعجته؟ خالص يا فندم، بالعكس تماما. دي كانت ليلة لطيفة جدا، وزي ما قلت لحضرتك معالي الوزير شفيق الجمل كان موجود معانا وشهد على عقد الجواز. بس هو في حاجة لازم حضرتك تعرفها. مراد بيه امبارح الصبح اتنازل عن شركته ال داليا هانا. يا مصيبتي السودا. الحقيقة بقى يا فردوس، أكيد هي اللي قتلته بعد ما اتجوزها عشان تاخد كل حاجة. مش معقول. مش معقول يا هانم اللي حضرتك بتقوليه ده. انت تخرس خالص، ما اسمعش صوتك. انت كنت عارف كل حاجه بينهم، امال هي هربت ليه؟ سابت الفيلا ليه؟ حضرتك انا لما طلعت لهم امبارح عشان اقول لهم ان مدام ليلى تحت، هي ساعتها كانت لابسه بورنوس. انا مش عارفه هي غيرت هدومها امتى ولا طلعت حتى من انهي حته.
انا خلصت يا بنت حد ايه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ ما اعتقدش ان في شبهه جنائيه، ازمه قلبيه حاده. ده اللي واضح من خلال الكشف المبدئي والمعاينه للجثه، والتقرير المفصل هيبقى بعد التشريح. شكرا يا دكتور. بعد اذن حضرتك. حبيبي يا مستر مراد. بسرعه شويه يا ابني. الموضوع ده فيه إنه. ايوه طبعا يا مرة. معقول مستر مراد يموت في نفس اليوم اللي اتنزل لها عن الشركه وكمان يتجوزها؟ انا مش مصدقه. مفيش حل تاني غير كده. مستر مختار بقى لله يا فندم. نعم. شد حيلك يا مختار. شكرا. استاذ عبد الحميد عايزك دقيقه بعد اذنك. خلص جاي. شد حيلك يا مختار. الله يرحمك يا مربي. الله يرحمك. مختار انا نويت اوقف نشاط الشركة. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ المرحوم اتنازل عن الشركة بيع وشراء الدليل. وهو مات وهي اختفت. ما هو أنا كنت جاي علشان أسألك في الشكل القانوني بتاع الموضوع ده. عاوز تعرف ايه؟ هي دلوقتي الشركة خلاص بقت بشكل رسمي بتاع الدليل. طبعا والعقود اتسجلت امبارح، بس المشكله ان ليلى اخت مراد اتهمتها بقتله، محدش عارف هي فين دلوقتي. يعني لو مراد طلع مات موته طبيعيه يبقى الشركه لسه بتاع الدليل. شوف يا مختار، هو الموضوع اللي حصل ده رغم انه عجيب وغريب ومحدش ينفع يصدقه، لانه قانوني 100%. بالفعل دليل دلوقتي هي الصاحبة الرسمية للشركة. أقول لك حاجة كمان، أنت عارف إن داليا من حقها إنها تورث في باقي ثروة مراد؟ لأنها أرملته. تصور بين يوم وليلة، بين يوم وليلة الست دي بقت مالتي مليونيرة. متشكر جدا يا أستاذ عبد الحميد. دلوقتي قدام صورته. انا عمري ما حسن حكاها هاني انك سبته يعمل كده فيه وفيه. حميلي بقى عمتي، من فضلك سيبيني في حالي. يعني لو كنت منعت انه يعرف البني ادم الحقيره دي ما كانتش ضحكت عليه وكتب لها الشركه وقتلته وهربت. احنا ولاد الجرح يحصل فينا كده. كلامك متناقض جدا. هتقتله ليه؟ جوزته كتب لها الشركه. ليه تقتله؟ ليه؟ أيوة يا سامح. لا مفيش جديد. معرفش، هنستنى بقى نتيجة التشريح. لا البنت ما زادتش. معرفش يا سامح، معرفش. أنت هتيجي إمتى؟ طيب
طيب يا سامي ماشي، مع السلامة. أخوك جاي إمتى؟ لسه هيشوف أول تيكت هيلحقها هيجي بيها. هو الوحيد اللي يقدر يخلصنا من البلوة دي. هيعمل إيه يعني؟ هيعمل أي حاجة حافظ بيها على فلوسكم اللي المجرمة دي قتلت مراته عشان تاخدها. قال يعمل إيه قال؟